ما ادري هو بعد القائد العام من القوات المسلحه يعني هذه ما ادري بيها اي استاذ بعده وتم بغض النظر تم عنده علم باللي حصل البارحه انت ليش ضايج عنده علم اي هو يعني القائد العام وظيفه القائد العام للقوات المسلحه ان يبلغ بانتشار قوات مسلحه يبلغ فعليه ان يقبل لكن السيد صفاء يتكلم عن الحاجة أنا أعرف منه يعني بس إحنا لحد الآن ما نعرف منه اللي يقدر الحاجة لكن سؤالك حقيقة بيّن هذه القضية السيد صفاء يتحدث عن صالح محمد العراقي اللي الآن يعني تم تعيينه وزير لسيد مقتدى هو اللي يعني مجرد أن نشر على حسابه الشخصي بفيسبوك فأصبح هذا أمر يعني معناها أنه ممكن العراق كله يحترق بإذا إذا إذا تم تهكير الصفحة هذه الصفحة لو يتم تهكيرها ممكن إحنا ما ندري ممكن تطلع أوامر ما تتهكر غير صحيحة ما تتهكر ما تتهكر الله أحكي لي بغير قصة ممكن يخط ما تتهكر ماشي ما تتهكر حقيقة يعني اليوم الطريقة اللي يتكلم بها الأستاذ صفاء يتحدث عن كأنما سرايا السلام هي ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة وملتزمة بإطاعة الأوامر العسكرية اللي تأتي من الدولة وأنه الجيش في المقدمة لكن ما حصل وما أقر به هو خلاف ذلك لأن الأمر إجا من جهة خارج الدولة وتم تبليغ الدولة إبلاغ الدولة بالإجراءات اللي اتخذتها سرايا السلام.